إذا مباشرة متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من هنا من مدينة أسفي. متابعينا الكرام، حنا الآن كنتواجدوا برفقة هاد الأم اللي عندها ثلاثة ديال الوليدات، تخلى عليها الراجل ديالها يعني وخلاها كيف كنقولوا لا حنين لا رحيم. اليوم هاد الأم كتوجه رسالة للمحسنين والقلوب الرحيمة أنهم يقدموا لها يد المساعدة، خصوصا أننا الآن يعني مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وان هاد الام يعني ما بقاتش قادره تحمل هاد المسؤوليه الكبيره اللي هازه فوق الطاقه ديالها. كتقول لنا على انها يعني كاريه بيت وكوزينه ب 16000 ريال الشهر، ما بقاتش عندها منين تصير عليهم، كتخدم غير في الديور كتقعد الناس. انا متابعينا نتعرفوا على القصه ديال هاد الام هذه والمعاناه ديالها. السلام عليكم خوتي، انا عندي مشكل، عندي ثلاثه الوليدات والراجل مخلي عليا ومخليهم ليا، وما عنديش، الاب ديالي ميت ما عندي حتى حد، ولكن انا ما قدرتش نتخلى على هاد الوليدات، نلوحهم في الخيريه ولا نلوحهم في شي بلاصه. دابا العواشر العيد جا ما عنديش، عندي البنيه كتقرا في السابعه، خرجتها حرمتها من المدرسه ديالها باش تجلس تقابل خوتها، كنمشي للديور كنخدم في الديور، عييت وغلبني الزمان وتقهرت وما بقيتش قدرت، اللي كنقول كنشدد الوليدات بيدي ديالهم ونمشي لشي بلاصه ونطاهر انا والوليدات، ما قدرتش نسمع في ولادي، وكنشوف انا كنتكرفس انا وليداتي، الاب ديالهم تيدوز من حداهم ما تيعرفهم ما والو. انا وغيتكم تعاونوني وتساعدوني وتمدوا لي ايد المساعده، الله اللي عالم بيا هو اللي راقب وعالم بيا، الله يجازيكم بالخير، الله يرحم لكم الوالدين الا مدوا لي ايد المساعده انا وليداتي. راه حاليا دابا راه معايا الوليدات، راه ما بغيتش نصورهم، راه معايا كيلعبوا حدايا دركا، الله يجازيكم بالخير لما وقفوا معايا. انا تغلبت هذا الزمان ديال الراجل وكيتغلب، ما عنديش مقاريه ما تعيش، ما عنديش فين غنمشي، ولا فين غنعطي راسي، ولا ما عرفتش كندير انا وليداتي، ما عرفتش نسمع فيهم ودي من الخيريه، ولا ما عرفتش انا دايزه درت فيديو كانوا الناس كيتفلاو عليا بزاف في الفيديو، كيتفلاو عليا بزاف الناس، درت فيديو تعاونوا معايا الناس شي 10 الناس هكاك، ولكن اختي انا راني تغلبت، اخوتي عاونوني الله يجازيكم بالخير المحسنين، شوفوا من حالي ومن حال هذوك الوليدات والبنيه، وترت تقرا حرمتها من المدرسه، كتبكي ليا على المدرسه، هي كتقرا في السابعه كتجيب النقطه ديما مزيانه، ولكن حرمتها مسكينه من المدرسه على حساب خوتها، وترد بنتي تقرا، الله يجازيكم بالخير، الله يجازيكم بالخير الا ما وقفوا معايا، راه الله اللي عالم بيا. انا ما جيتش وخرجت باش نخرج نبان المغاربه ولا باش حيت الله اللي عالم بيا، الله يجازيكم بالخير. يعني عاودي لينا كيفاش تخلى عليك الزوج ديالك؟ الزوج ديالي ما الام ديالو ما بغاتنيش، قالت لي علاش تتزوج بيا، انا كنت فايته مطلقه وداكشي، قالت لي علاش تتزوج بها وهي مطلقه، قالت لي لا هي باغا تخطب لي واحد الدريه من العائله ديالهم. حاليا دركا كيقول لي الا بغيتي نصير على الاولاد خاصك تنوضي انت تطلقيني، الا ما طلقتينيش ما عمرني غنصيرك على الاولاد، هو غير وغاني انا نطلق هو ما كيصيرش عليا. حاليا جالس مع هذيك اللي باغا لي امو، كيمشي عندها وكيصرف عليا وكيكسيها كل عيد، وانا ما معترفش بيا لا انا لا الاولاد، كيقول لي بغيتي المخزن سيري للمخزن، غير الحبس نمشي ندوز عليك الحبس، فعلا ملي تيدوز الحبس شي يخرج كيدوز من حدايا، ما تعرفني لا انا لا ولاد لا والو، كيقول لي دبري راسك جهدك جري. ثلاثه وليدات والده مع جوج الوليدات والبنيه الكبيره ماشي بنته. ما بقيتش قادر اخويا عييت، وتا النفسيه ديالي ما بقات صافي، تعصبت بزاف مع هز الحمل، تعصبت بزاف ما بقيتش تحملت بزاف، وليت ولادي كنغوت عليهم تنضربهم، ما كنشعرش اش كندير، صافي تديت ما بقيتش قادره، والله ما بقيت قادره، ما عرفتش شنو الحل، ما عرفتش فين غنعطي راسي. شحال في العمر ديالك؟ الوليد عنده 3 سنين، والبنيه عندها عامين، والبنيه الاخرى عندها 12 عام، هذا العام طالع في 13. كنسكن في 108. كنسكن في 108. كيف سبق لك قلت
في بيتك؟ كاريه بيت وكوزينه ب 16000 ريال. كاريه بيت وكوزينه ب 16. كنسكن في 108. شحال كاريه تمام؟ 16 الكرا. 16 مجموع لك شكرا. مجموع لي الكرا دابا مجموع لي شي 3 شهور اللي مجموعين عليا والموضوع. شنو هي الرساله اللي جيتي توجهي اليوم للمغاربه؟ الرساله اللي جيت نوجه اولا الى سمح فينا ولا حنا وفات ولادو، انا بغيت المغاربه والمحسنين ما يفوتوش هاد الوليدات وما يتخلوش عليهم، يمدوا لهم ايد المساعده. لحقاش انا بغيت الوليدات ما يتشردوش، وبغيت نرجع بنتي تقرا، وبغيتهم يشوفوا الحاله ديالي ويمدوا لي ايد المساعده في هاد العواشر ويوقفوا معايا. الله يجازيهم بالخير، هادشي اللي كنقول اخويا. يعني ما بقيتيش قادره انك؟ ما بقيتش قادره، ما بقيتش لا. واحد الوقت كنقول نمشي ندير شي حاجه، نطاحر ندير شي حاجه ولا نشدهم ونمشي، كنقول لا لا نخلي وليداتي، انا ما عنديش با. ولا انتحرت وفديت الوليدات ولا تخليت عليهم، بغيت شردوا غنعاود نشوفهم مشردين في الزنقه كلهم. كنعاود نصبر راسي وكنقول لا نزيد نصبر، ما رباني يكبر وليداتي ووقفوا في جنبي ويشوفوا هاد المحنه اللي انا فيها واللي دوزت عليهم، ويكبروا وغيشوفوا هاد الفيديوهات وغيعرفوني انا تمحنت عليهم. منين كتصير عليهم حاليا؟ يعني فاش كتخدمي؟ حاليا كنمشي للديور. انا ليه حنا مرتي في الفيسبوك واحد السيده كانت تعاملت معايا عام الاول، شرات لي العيد، كانت شافتني في الفيديو شرات لي العيد وجات لعندي وشافت الحاله ديالي، قالت لي ها انت غنلوح لك النمره ديالك في الفيسبوك ديالي، لا حتى اولو تيعيطوا عليا الناس. تنمشي كندير الميناج حاليا، واحد النهار مشيت عند واحد السيده درت لها الميناج وخويت المقاطع، خنقني هزتني داتني مسكينه للسبيطار تدقوا لي البرا، وجيت في العشيه مني جيت في العشيه عطاتني 100 درهم وجيت في العشيه صافي جيت عند ولادي. كنمشي دابا كيعيطوا لي الناس، انا اسفي الخدمه فيه قليله ما كاينش بزاف، وخي عيطوا لك ما كاين صاري يعطوك 1600 ولا 100 درهم صافي، هادي لا لا كثروا صافي. و 100 درهم كي غدير اخويا؟ 100 درهم تشري لك ليكوش جوج وليدات صغار، ولا تخلص لك كرا، ولا تخلص لك الموضه، ولا تاكليها، ولا تكسيهم بها، ولا كي غدير؟ يعني حمل ديال راجل وكيغلبوا الحمل. ما خطا انا وباقا صغيره، ما عرفتش اخويا ما عرفتش. انا في عمري 36. يعني كيف سمح لك وقلتي لنا انهم اللي درتي يعني الفيديو الاول؟ درت الفيديو تعاونوا معايا الناس شي 10 الناس كله، وصيفط لي كل صيفط لي 500 درهم كل 20 الف ريال. الحمد لله كاينين المحسنين في كورونا، كدرتو في البداية ديال كورونا بس صيرت على وليداتي وداك الشيء صافي، ولكن كاينين اللي كيبداو يتفلاو عليك. الحمد لله. الرسالة للمحسنين يوقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، ما يوقفوش معايا انا، يوقفوا في وجه هذوك الوليدات ويديروا الخير سبحان الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي غنقول، الا داروا شي حاجه غيديروها مع الله سبحانه وتعالى، يمدوا لي ايد المساعده، انا كنطلب ايد المساعده ويوقفوا معايا ويشوفوا من حالي ومن حال هذوك الوليدات، الله يجازيهم بالخير. اذا متابعينا كيف شاهدتوا معنا، يعني هاد الام تقهرات، ما بقاتش قادره انها تصبر، ما بقاش عندها مصدر ديال القوت اليومي ديالها وديال وليداتها، خصوصا كيف ما سبق لي وقلت لكم اننا مشاهدين مقبلين على عيد الاضحى المبارك. ويعني كيف سمعتوا الاضاحي هذا العام يعني الثمن ديالها مرتفع، وهذه ام متابعينا عندها 3 ديال الوليدات، يعني طرقت مجموعه من البيبان، ما كاينش اللي قدم لها يد المساعده، كانت يعني سبقات ودارت يعني واحد الفيديو في قناة شوف تي في اللي كيفقات لينا انهم قدموا لها 10 الناس يعني المساعدة. يعني الحمد لله باقي الخير في البلاد، المغاربة باقيين يعني كيتحدوا في مثل هذه الامور، المغاربة مازال باقا في الانسانية، يعني الحمد لله المغرب معروف بروح ديال الانسانية. نتمنى مشاهدينا ان الرسالة ديالها توصل للمحسنين وتوصل للقلوب الرحيمة. اذا شحال الرقم ديالك باش نحاولوا الناس اللي غيبغيو يتواصلوا معك؟ عطينا الرقم ديالك. لا الرقم ديالك ما حافظاش؟ لا. اذا بالنسبه للرقم ديال المتابعين غنحاولوا اننا نخلوه لكم في التعليق، بالنسبه اللي بغى يقدم لي يد المساعده.
اذا المتابعين بعدا غنوصلوا للنهايه ديال هذا البث المباشر من هنا من مدينه اسفي، الى اللقاء على امل ان نلتقي بكم في بث اخر ان شاء الله.